أتى وخلص نفوسنا من مجدك سيدنا وملكنا المسيح فخر وسكري شهدت هيستك انت بات الكنائس وفخر بشر توسوس لا غوت واحد مزبوط لا نقول يا رب رحم يا رب رحم الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا نؤمن برب واحد صالح المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من إلى حق لا حق مولود غير مخلوق سوى الله وفي روح النازل بك نخش هذا الذي نجرح من الشعب نزل من السماء تغسلنا مريم من عزرت عن الصليب Ten goste volcha etienti anastasis entenireif mutnem pionchen te pionet neioa meie. ارحمنا قرر لنا رحمة ترى أفعالنا آمين واسمعنا آمين وبارك واحفظنا واعيننا آمين وارفع غضبك
لك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. مين كان يسون كان يسون كان يسون السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المقربين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتغلوا يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيل فالمقدسة بطلبة قديسي يا رب اذكر أيضا يا سيدنا الذين أوصونا أمرنا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا المرضى يا رب اشفيهم والذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم والمرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Mor o tinjevis na yokhnevran pshoy sentini gom kire blogi son aftoka tamar konagi yot evangeliu te osma kefo be khauf min la wasit li sama alingil muqaddas wasun sharif min bishar malim namer markus rasulot min do barakatu ein bin scho ich so benut jo benut hier auch in autorite Jesus be Christus beschire im not hier und für Farbe quasi kiri min tarati madamina bin und in nabi magba qatar mani nur asak siddiqin und farah al mustaqifin bi qalbihim ifrahu ya siddiqun rabb wa ta'rifu li zik al qudsi li إلهي مبارك الآيات باسم رب ربنا وإلينا مخلصنا مخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى أبد آمين وانظر إلى نفوسكم لأنهم سيسلمنكم إلى مجاز تجلدون في المجامع وتقوفون ممولات أمولكم من أجلي شهادة لكم وينبغي أن ينكرز بأوام الإنجيل في جميع الأمم ماذا سأقوم لسلمكم فتعتن من قبل بما تكلمون ولتهتموا بالمهمة فأداكم بتلك الساعة وبذلك تكلموا لأنكم لست أنتم متكلمين بل روح القدس وسلم الآخرين الموت والأب والد ويكون الأولاد أولادهم ويقتلونهم وتكون مغودين من جميع نجل اسمي ولكن الزياص والمدلات يخلص والمكتب Onesho in senyotem maino she yava bishoy nemava bavlin
kanin novina nevol. Fes mavot zefiot nimepshi nembeb nev maithawab. Jikevol tinoshte mostel سيدنا الابن الوحيد وكلمة الله الاب الذي قطع كل ربطات خاطئنا من كبر الام المخلصة المحية الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين واسرة طارق وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم ما امسكتم عليها امسكت انت الايان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كل في كنيستك المقدسة ان يغفروا الخطايا على الارض ويربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم الان ايضا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي واخوتي وضعفي هؤلاء المنحين برؤوسهم مجدك القدوس ارزقنا رحمتك وقتك كل ربطات خطايانا ان كنا قد اخطانا اليك في شيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب سواء كان بالفعل او بالقول او بصغر القلب انت ايها السيد الرب العارف بضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم نعم بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا وحالل سائر شعبك املانا من خوف وقمنا الى ارادتك المقدسه الصالح لانك انت هو الهنا والمجد والكرامه والعز والسجود تلك بك مع مربيك الصالح والروح القدس الموحي المساوي لك الان وكل وانت ظهرك امين. من الليل يا دوك سبتني كي يا أبانا الذي في السماوات تتقدس أعطينا ليغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ودخلنا في تجربة لكن نجينا من الشيء المسيح يسوع الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا والآن خلصنا يسوع المسيح وشارك وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم.
تفضلوا نصلي. شايسين ان انا اللي اخينا بروان بيوت نمشينا من مثوى بنوت من زك سابة ريكي يوكي اجيب نماتكين كي قصرمين صلاة وتسبيح الساعة الثالثة من نهار مبارك قدام المسيح ملك وإله ودون يغفر لي خطاياي مما دمي وتأتي معلم داود النبي وملك بركاته علينا. دكتور يوسف مون انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
متى جاء المعازي روح القدس الذي باسمي ويعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلام يترك لكم سلاما اعطيكم ليس كما اعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنت فرحان لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من هنا انا وقلم الحقيقي ابي الكرام. كل غصن فيه ياتي بثمر. ايوه اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم والمجد والمجد لا دائمًا إياك من قول الله بسلام انتن أشرم قبر استوس نبكيوتن أغطوس نبتن مارثوهب جاكي أكسوتي مون لينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا صالح لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا يخلق في الله روح مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني أيها الرب الذي أرسلت روحك قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا صالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعب روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت واديا نفوسنا من دين لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة لا أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عن قوة الحياة نسألك آتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب الآن ومبارك الرب يوما فأمن يهيئ طريقا لأنه إلى خلاصنا. O heavenly King, the Comforter, the Spirit of Truth, who is present in all places and fills all the treasury of good things in the Life-Giver, graciously come and dwell in us and purify us from all defilement. O good One, and save our souls. Just as you were with your holy disciples, O Savior, and gave them peace, graciously come also and be with us and grant us your peace and save us and deliver our souls. Whenever we stand in your holy sanctuary, we are considered standing in heaven, O Theotokos. You are the gate of heaven. Open for us the gate of mercy. نعم سلك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا امين. كيري اليسون 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 يا رب ارحم كيري اليسون كيري اليسون قدوس 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 رب السماوات والسماء والارض يا بنا الذي في السماوات تتقدس اسمك شويسين انا ليله اخنا براني بيوتنا مشينا بنما تو بنو تو من زك سبت ريكا يك من ماتي كين كين كاستاس امين صلاه الساعه 7 صلاه التاسع من نهار مقدمه مساء مكرم خطا مزمين و 30 معلمنا داوود النبي والملك بركاته علينا امين. آمنت بذلك تكلم
دكسان سيو سيمون الانجيل بسم بشارة معلمنا ماري متى البشيرة تلميذ الطاهر بركاته علينا امين لما ابصر جموع صعد الى الجبل وعندما جلس قدم ملك الانيس فتح فاه وعلم قائلا توبوا الماسكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات توبوا الاحزان الان من تعزوا توبوا الوضعاء لانهم يرثون الارض توبوا اجياء ولا تعشر البر لانهم مشعوا توبوا الرحماء لانهم يحموا توبوا الاخلاق القلب لعينونا توبوا الاصرار السلام لنا الله يرام توبوا لكم لطردوك وعيروك وقالوك من اجلي كرشار جاذبين افرحوا وتهللوا اقواكم عندي في السماوات انهم هكذا طردوا انبياء الذين كانوا لكم انتم من الارض لتمتى ما لا تملع لا يصلى بعدنا شيء الا ان يطرح خيالك ودوس الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفي من ايدينا كائن على جبل ولا كتوى سراقا تحت مكيال بل يرون على مناره فيجيء لكل من بيت هكذا باتين يرقم الناس كذا وما عليكم صراحه فما كتوى باكم السماوات مجد تبدين سلام نزكر لك المسيح مع بيك الصالح الروح القدس لأنك يا رب أتيت وخلصتنا يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سومت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزك سق خطايانا يا المسيح إلهنا أنا صرخت الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية باكر وقت الظهر كلامي أقول في صنع صوتي يخلص نفسي بسلام ثبت ريكي يوكي أجيب نظماتي يا يسوع المسيح إلهنا الذي سومت على الصليب في الساعة السادسة وقت الخطية بالخشبة وأحياة الميت موتك الذي هو الإنسان الذي قلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك شافي المحيا بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طيش الأعمال الهائلية الشهوات العالمية تذكر أحكامك السامية كرأفتا كينينك عينك استوسيون استونيون نامين ليس لنا دلة ولا حقالة معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعة القوية مقبولة عند مخلصنا إلى الأتم الطاهرة لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتتركنا رأفتك سريعا لأنك تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كينينك عينك استوسيون استونيون نامين You wrought salvation in the midst of the whole earth O Christ our God as you stretched forth your hands on the cross therefore all nations crying out saying to you glory be to you O Lord We worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God, for of your will you were pleased to be lifted up onto the cross to deliver those who you created from the bondage of the enemy. We cry out unto you and give thanks to you for have filled all with joy, O Savior, when you came into the world, Lord, glory be to you. You are she who is full of grace, O Theotokos the Virgin. We praise you, for through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead, but were raised and became worthy of eternal life and gained the delight of the first paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ, our God. مجد الله والابن والروح القدس كان كله عيسى اسمه بس يا رب اغفر خطايانا بفضل عيسانا اسمه مقدر شعب يشفي منها ابانا خطا نزين راخد ربنا يا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ياتم السلام لك نسالك يا القديس زقساس وسمون انجيل معلمنا ماري لوخ البشيرة تلميذ الطاهر بركاته علينا امين لما رجع الرسل حدثوه بما فعل فخزاهم معه ودخل انفراد مليان تسمى بيت سيطر فلما علموا تجمعوا تبعوه فقبلهم وخطبهم مع ملكوت الله والمحتاجين الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدا يميل تقدم اليه الاثنى عشر قال الله اصرف الجموع ليذهبوا للقرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلون فاننا هنا في موضع قفر فقال اعطوهم انتم لياكلوا لانه قالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الى ان نمضي نحن نشتري اطعمه لهذا الشعب جميعا وكان نحو 5000 رجل فقالوا التلاميذ واتكلوا في كل موضع 50-50 فعلوا هكذا واتكاهم اجمعين اخذ الخمس خبزات والسمكتين نظر الى السماء وبركه وقسمها واعطى التلاميذ ليضعوا امام الجموع فاكلوا جميعا وشربوا ثم رفعوا من فضل عنهم 12 خفا مملوءا والمجد لا ده من بدا من يكمل قول الله بسلام تنوش من قبر السوس نبيك وتنغطوس نبيك تنميت واب جاكي اكسوتي مونينان
يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة متحوسنا الجسمانية والمسيح الآن ونجينا فليد توصلي قدامك يا رب كقولك وإن تأخذ بطي لحضرتك كلمتك يحيني يا من أسلم الروح في يدي الأب عندما ألقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وديت اللص المصلوب معك للدخول للفردوس لا تقبل عني يا سارة تزني أنا الضال بقدس نفسي وأضعف فهمي واجعلني شريك لنعمة أسرارك المحية لكي ما إذا ذقت من أحسنات أقدم لك تسبيح غير فطور مشتاق لبهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا يا من ولدت من البتون من أجلنا واحتملت الصلب يا سلام قتلت الموت بموتك وأظهرت القيام بكلمتك لا تعرض يا الله على الذين قبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل من والدك شفاعة من أجلنا ونجي مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا للقضاء وسلمنا إلى الدار ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. إنك أينك استوسي ونصوني آمين. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن هي القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا مقرر خطايانا معه معترفين بألوهيتك نصرخ معه جميعا اشكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالد الحامل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي صابر أن تعلي من أجل كل يا ابني أولاهي نعصمك ومن مجدك عيات العصر القديسة والتي لا لك يتم الخاص العالم أتخلص مجد لك يا سيدنا مجد لك خرار رسول كتير ده رئيس الخيان سبات الكنائس في فرق خطايا الشمس الثالوث القدوس لوت واحد ناس كلها نوجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب يبدأ كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نؤمن بالآب قبل كل دون نور من نور الأحق من الأحق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي لنا نحن من أجل خلاص الناس السماء تجسم القدس مرة ما صار تنصف بعنا على الألم أقوى رقم بنا في المستاذ كان في الكتب صادر السماء تجسم يدي الحياة والأمانة الذي نعم نؤمن بالروح القدس والمسيح الاب الناس كلها المجد مع الاب والابن ونسك الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه عن تعرف معتدله واحده المفرد خطايا وانتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين. نعم نسالك يا عمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون رحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا ورحمنا كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون رحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا ورحمنا كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون رحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا ورحمنا كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون رحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا ورحمنا كيريليسون كيريليسون
واعف عنا ما لك كرحمتك يا رب وليس خطيئة. مجدًا وإكرامًا إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس آمين. سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. ليلو يا جيف مبين أرومي إريف أنهينا كيفولي بشوي صوي بسوك بنتي أومف إي إف إي إرشايناك نيسي سيين يبرس فورا شوبو إيروك أقليل Even Marot in Jepip Nemaito, Even Paracleton. واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين. مبارك رب الإله إلى الأبد يا جميع الأمم. بارك الرب ولتبارك جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين. هللو Zuk se betri ke io ke agi opnevmati kenin ke ain ke stosi on astoni on on amin alleluia. If you're tempting choice,
Open not your open sotirisos be a Christos nashkorak ala kulla halin wa min agli kulla halin wa fi kulli hal liannaka satartana antana hafistana qawiltana ilik ashfaqt alayna wa addatana وأتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام العداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن هذه الميدة الكارثية وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو. عبيدك يا رب هؤلاء المحالين برؤوسهم أمام مجدك المقدس يكونوا محالين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفواه الاثنى عشر رسول ومن فم ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد ومن فم القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس وقديس أثناسيوس الرسول الباوطرس خاتم الشهداء وقديس يوحنا الذهبي الفم وقديس كيرلس وقديس باسيلس وقديس غريغوريوس ومن أفواههم 318 مجتمعين بنقية والمائة الخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس ومن فم أبينا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا أغابيوس ومن فم حقارتي لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. Mata
Agabios biebes pobos ebecho. Remot nalimbiko evolenten en novi tenoshtem moko bechrestos nembeki ten agasos nembi ebnevmais o webjiak iye soti emo naina. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. بركة صلواته المقدسة فلتكن معنا أمين. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذ وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى، إنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر السلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب تحل على جميعنا. أمين. الكيثوليكون من رسالة معلمنا بطرس الأولى، بركاته علينا أمين. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتريتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استغلال مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتكم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأن الوقت لابتداء القضاء بيت الله. فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فلاستودعوهم أنفسهم، كما الخالق أمين في عمل الخير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معا، أما الذي يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد. أمين. Hey.
Yostos nem dip mais ouve je aqui exote emo naina. بركاته علينا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه التي أدخلها أيضا أباؤنا. إذا لا تحلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجهه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطأ لقدمي. أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ يا قصاة الرقاب وغير المختنون بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباؤكم كذلك. أنتم أي أنبياء لم يصطاد أباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأتنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلمينه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولكن لم تحفظوه، فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وجمعوا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عن رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدع ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذا قال هذا ركض، وكان شاول راضيا بقتله، وكان شاول راضيا بقتله. لم تزل كلمة رب تلم وتزداد وتعتزف بيعة الله المقدسة. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم التاسع من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله وأعاده عليكم وعلينا وأنتم من قبل مراحم رب مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم ربي أباء وأخوات الجميع أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس آري القس. ولد هذا القديس ببلدة شطانوف، كان كاهنا طاهرا كثير الرحمة حتى استحق أن يعرف الأمور المستقبلية بالوحي الإلهي. منحه الله موهبة شفاء الأمراض وأخراج الشياطين، ولما سمع خبره والي نقيوس استحضره وعرض عليه عبادة الأوثان فرفض. أمر الوالي بجلده بقسوة ثم طرحه في السجن. ظهر له المسيح شفاه وقواه، ولما تحير الوالي في أمره أرسله إلى أرمانيوس والي الإسكندرية لكي يبعده عن شعبه وحتى لا يستميل الكثيرين إلى الإيمان. وهناك عذبه أرمانيوس كثيرا وسجنه، فشفى عيني ابن السجان وجذب بهذه المعجزة كثيرين من الوثنيين إلى الإيمان المسيحي. ولما سمع أرمانيوس استدعاه ورماه في آتون نار متقد، ولكن رب أنقذه. ثم أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، وكتب يوليوس الأقفاصي قصته وكفن جسده الطاهر أرسله إلى شطانوف كوصيته، حيث استقبله شعبه بالتسابيح والصلوات. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Oranos eleisoni mezzok sebetrinkeio ke ageop nevmati keninke ai estosi onastoni onon aminegetries eleisoni mez.
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلباط قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وعصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا مرات جافية نيغن براني وشوي سنتيني قوم كيري فلوغي سونك توقا طلوقا ناجيو إفانجيليو توانا غنوس ما سيكيري قفو بخوف أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين من شعر Isos pe Hristos e pshirim noti et on khpio na pshayin e pi ufa pe noti pe Min mazamir abina daudu nabiyah Barakatu alayna amin Kathiratun hiya ahzan الصدقين ومن جميعها ينجيهم الرب يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر هللويا مبارك لاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدى الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا به عليه وفي أثناء ذلك
إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعض ابتدى يقول لتلاميذه أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسين الذي هو رياء فليس مكتوما لن يستعلن ولا خفي لن يعرف لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر بل أريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم أقول لكم من هذا خافوا أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه والمجد لله دائما هو انتباهه في هواي كطاب عني من راتي انتبه لكريستوس عرب رزبا في ناري نفتر انتي سيوتو كوس ماريا صنابين بين صوتير انتي فكاني النوبي ناني بول بسخمن كنيسون خنوم اثمي بالحقيقة حقيقة من بلاد واحد الله الاب رب الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق واحد من الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي ما بين الكنوز
وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. إن قلت بالقائد أنت يا أناستاسي سنتين يرف موت نم بيئون خنجي بيئون سنيو آمين. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار والمحبة والقبر الطائرة الرافو لي يا رب الرحام بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين يا كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعض بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا بشفاعة يا رب ارحم نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التمام Be with you, lift up your hearts.
عند الرب. Let us give thanks to the Lord. مستحق وعادل. Meet and right. Meet and right. Truly indeed, it is meet and right. O you, the being, Master Lord God of truth, being before the ages and reigning forever, who dwells in the highest, and looks upon the lowly, who has created the heavens, the earth, the sea, and all that is therein, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is seated upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. Before who stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions and the powers. You are he around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings praising you continuously without ceasing saying. Asherubim yasgudun alek wa serafim yumakidun sarikhin kailin kudus, kudus, kudus Rabbu sabahu esame wal ardu mamluhatani من مجدك الأقدس. فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم
لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. آمين. تجسد وتأنى وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي حب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به ما بعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالح. حقا نؤمن وقام من الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجادة الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد كحسب أعماله. رحمتك يا رب وليس كخطايا العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا دنس الطوبويتين المحييتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أم قشت بشوية بيعروك بيتو إفوف إن يوت إبنوت يو إبنيب إنت أوني فين إطاب شيب موت.
Την όφην Αγίος εμαθητής, ο εν Αποστόλος εθόεπ, εύγω έμος, γέτσι ο με βόλην χιτφητήρο, φαϊγάρπη, πασόμα ετών αβός, εγέν θυνών εμάν καμίς εν σατεύ, Επο εβολεν τένιν όβι, φαϊ αρετ φέπα, ερευμεύιμ. Φαϊ πιχεν όμες μία, αμήν. Φαϊ ρίτι Πικεύωτ μεν εν σαπηδέ επνόν, αυσότ πεβολχεν ο ερπενεμ ομαό ετάβ σεπεμόν. Αμήν. Αφες Ave Regina Dinemo Amen Palem pestevo men che omologo men che doxazo Amen Αυτή η Θεόνιν ήταν ο φιναγιός εμαθητής, ο εν Αποστόλος εθόεπ, εύγω έμος, γέτσις ο εύωλεν χιτφητήρο, φαϊγάρπη πασώμα ετών, τέτοι δε εσύ κυμβέρι ετών αβών φεβολή γενθινό, Neman kemişin satev, epko evolin teni novi, fayaret epa ereme evi. Fayom pechen om esmi, ami. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس
تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف. نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. يا هنا ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. آمين. وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. أيضا آمين. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنباء تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف الأنباء أغابيوس يا رب ارحم. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة لكي يروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب ارحم.
وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب من ياه النهر في هذه السنة باركا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اصعدها كمقدارها كنعمتك وليروع حرثها ولتكسر أسمارها عدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ تكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. يا رب the command of your only begotten Son, that we share in the commemoration of your sins. Graciously accord, O Lord, to remember all the saints who have pleased you since the beginning. Our holy fathers, the patriarchs, the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, and all the spirits of the righteous perfected in the faith, and most of all, the pure, full of glory, ever virgin, holy Theotokos, Saint Mary, who truly gave birth to God the Logos,
and St. John the Baptist, forerunner and martyr, St. Stephen the Archdeacon and proto-martyr, the beholder of God the Evangelist, Mark the Holy Apostle and martyr, the Patriarch St. Severus, our teacher Dioscorus, St. Athanasius the Apostolic, St. Peter the Holy Martyr and High Priest, St. John Chrysostom, St. Theodosius, St. Theophilus, St. Demetrius, St. Cyril, St. Basil, St. Gregory the Theologian, St. Gregory the Wonder Worker, and St. Gregory the Armenian. The 318 assembled at Nicaea, the 150 at Constantinople, the 200 at Ephesus, our righteous father, the great Abba Antony, the righteous Abba Paul, the three saints, Abba Makari, and all their children, the cross-bearers. Our father, Abba John the Higoman, our righteous father, Abba Pishoy, the perfect man, the beloved of our good Savior, our father Abba Paul of Tamu, and Ezekiel his disciple, my lords the Roman father, Saint Maximus, Saint Demetrius, the 49 martyrs, the elders of Shehid, the strong Saint Abba Moses, and Saint John Kemi, the priest. Our father, Abba Daniel, the Higoman, our father, Abba Isidore, the priest, our father, Abba Bachum of the Kononia, and Theodore, his disciple. Our father, Abba Shnuti, the Archmanagerite, and Abba Wisa, his disciple. And all the choir of your saints whose prayers and supplications have mercy on us all and forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us. بركات المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تريح أنفس عبيدك القنص ويسا بسادة ومرسل سامي بسادة والويس سامي بسادة فايز حبيب لواندي وفاي حبيب لواندي وفيكتر حبيب لواندي وفوزية حبيب لواندي تفضل يا رب نريح نفوسهم أجمعين في أعضانا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولهم في موضع خضرة على ما راع في فردوس النعيم الموضع الذي يرضى منه الأذن والكاب والتناهد
في نور قديسين يا رب ارحم أولئك يا رب الذين خسن نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الظهور آمين وعدنا يا رب إلى ملكوتك لكي وبيدك أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميع ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله إلى ضابط الكل ربنا إلينا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس أو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة أسراره وتناول أسرار إلهية الغير الميتة آمين الجسد المقدس اسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيح ضابط الكل الرب إلهنا يا رب ارحم ارني باسي طبن ابماتي هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم كله الجالس على كرسي مجدي الذي تقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبع الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة
الأحياء غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث التقديسات والأربعة وعشرون قسيسا جلوس على كراثيم وأربعة وعشرون إخليل ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخوران الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين كيرياليسون يا رب ارحم والمئة والاربع واربعون الفا البتوليين غير الدانسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين الليلويا ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليل يا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليل يا قدوس الروح القدس الباراكليت امين الليلويا امين الليلويا مقدسة ومملوءة مجدا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء أمين هللويا أمين هللويا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليل ويا من أجل هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلا أن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حي كيرياليسون يا رب ارحم من ياكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وانا ايضا اكون فيه
نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نقصر بدل بخير خوف أن نطلب إليك يا الله إله القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين إن بخريستوس إيسوس بين Ο κορέιο ο εκλέ ενάτι τον οποίον σοι Κύριε πρόσχομε Θεό μεταβόβο ο αμήν Ειρήνη πόση. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركا ابدا من امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين إيريني فاسيم كتب نبتي Ιησού Χριστό, το Υιό το Θεό, ημών. Αμήν. Αμήν. Αγιώ. Ιησού Χριστό, το Υιό το Θεό,
إيمان آمين. آمين. Pies novente Manuel Penotti, why pechen ometh me, amen. Amen, 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 amen. واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه آمين 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قررنا نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بالناشدين قائلين الليل ويا صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاعصار المقدسة المباركة يا رب لنا الليل
ترتيلاً مع عمادي
المسيح اشفعي فينا يا مريم. بكربات الحملات الإله وولدته وهي فتاة فتاة تهيت الملائكة عن معنى اشفاعي فينا يا مريم. فبينا رجال جنود خيس مخترع كيس تجسد منها ووعدها أن يأخذ إليه جسدها وأنجز وعد ومجدها. اشفاعي فينا يا مريم. فرطع وطفت مع الرسول لما كان في بلاد الهند يجول. رأى جسدا نوراني محمول. واليوم للسماء مرفوعا اشفاعي فينا يا مريم. حقك الرؤيا فنادى بالصوت تاتوا يا خدام رب السبأوت كي انظر مسكن اللاهوت. اشفاعي فينا يا مريم. حقك الرؤيا فنادى بالصوت تاتوا يا خدام رب السبأوت كي انظر مسكن اللاهوت. اشفاعي فينا يا مريم. خضع وسجد وأعلى تمجيد لما دنا منه وزاد تأكيد. ثبت
إيمان وصروة إشفاعي فينا يا مريم. دبرت ما في نفسه وقال أذهب إلى تلاميذ المتعال وأعلمهم عن هذا الحال. إشفاعي فينا يا مريم. ذهبت مع الحواريين فوجدهم كلهم مجتمعين.
دلوقتي الوصية اللي تتقال للأب الكاهن يوم الاستلام، نفس الوصية دي بتتقال في قداس الرسالة. اعلم أيها الابن المبارك، أعانك الله على ما دعاك إليه ووفق إلى ما وفق أبراره لديه، أن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد استفاق لخدمته وسيرك مع عدد كهنته بما رفعك به من خدمة الشماسية إلى رتبة القسيسية، وأتمنك على أسرار المحيية، فاصنع ما يتلى عليك من هذه الوصايا الفائز من عمل بها بغفران الذنوب والخطايا. اعرف قدر هذه النعمة التي نلتها والموهبة التامة. ممكن نسمع يا جماعة في صوت جامد. التي أعطيتها من الآن، أنك قد صرت مستحقا لمخاطبة الرب شفيعا في مقادسه ومحل شفيعا في مقادسه غفرانا على الشعب. فاعمل لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي إلى الأبد. لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحية مدام الروح في الجسد لتنمو في الأعمال المرضية، فيشرق مصباح ذاته بأنوارها المضيئة. كن مثالا صالحا في القول والسيرة عن جليل الأمور والحقيرة في العلانية والسريرة. اهرب من محبة الفضة التي هي أصل كل الأعمال الشريرة، واحذر من الشبع والسكر فإنهما يظلمان العقول النيرة. تجنب الحسد والشقاق والمقاومة والقساوة والهزء والكبرياء. ابعد عن النميمة والوقيعة والافتخار الرديء والمحاباة والرياء، واحذر من أن تكون ذوي لسانين ولا وجهين أو تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس بلا عيب. وإياك أن تسرع يدك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتمل بفضائل التقوى والرحمة والعفة والتواضع والقناعة وانسحاق القلب والاحتمال والصبر والوداعة. لا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا ومخلص يسوع المسيح الذي هو أساس الدين، وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين. واستضيء بالمطالعة مواظبا على القراءة والتعليم بمعاني الكتب والبيعية والتدريب بالعلوم الدينية والقوانين الشرعية، وعامل شعب الله بالرأفة والحزق، وسسهم بلين المسيح والسهولة والرفق، وسر في مناهج هذه الآداب لتصل بها إلى مساكن الأبرار فائزا من أليم العذاب.
وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيام الشريعة المسيحية، وهي أن تحب الجميع محبة قلبية بإخلاص الضمير وشهادة النية. والواجب عليك أكثر من وصية بيعية، وأفضل من كل ما سواه من أوامر الوصية هو الاحتراز عند التوزيع ثراء للرب المحيية، ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد وتحقيق، وتحقق أن الشاروبيم والصرافيم وخوف بالمخافة والارتعاد. Be aware of the gravity of the sacrifice in your hands. It is Christ, Emmanuel, who gave himself up for you. Know with no doubt that you are breaking his body. You are holding in your hands the one whom Simeon the priest held in honor and glory. And that this cup is truly his blood shed for our sins, by which he saved all of the captives from Hades. This blood came forth to us from the true vine, which is his divine side, after he commanded his spirit on the cross. Truly, this sacrament is a great mystery. This is the holy body and the precious blood by which all creation is saved. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world and draws all people to being the light of truth. Guard this treasure as a cherubim guards the tree of life. Be very cautious and careful with it to be saved from all evil. Do not give the mysteries to any partaker unless he or she has good conduct and pure conduct. Restore who goes astray, lest he or she dies and you be held accountable. Beware of the negligence, as the whole world is not worth even one particle of it. In dispensing the mysteries, do so in order, calmness, tranquility, caution, and carefulness. Show the holy vessels once, twice, or even three times to one with a sharp eye, so that your ministry may be acceptable, your intercession honored, your prayers beneficial, and the grace of God remains with you. May the Lord God, the head of the authorities, the giver of all honors, and the founder of the priesthood on earth as it is in heaven, help you, support you, watch upon you, and confirm you with his strength to assume this service all the days of your life. May he bless you and bless others through you. May he allow you to be enthroned with the 24 spiritual priests and permit you to hear the voice full of joy saying, enter into the joy of your Lord to inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. May he forgive me, I, the miserable, the abject, the slothful, the poor, all of my sins, transgressions on judgment day, through the intercessions of the Lady of us all, and the pride of the human race, the Holy Virgin Saint Mary, whose intercessions are acceptable at all times, and by our honored witness and apostle Saint Mark the Evangelist, along with the other masters, the patriarchs, the bishops, and all the martyrs and saints, and all who have pleased the Lord by their good deeds. Amen. Axios. يا مالك السلام أعطينا سلام القرار لنا سلام القفل لنا خطيئنا لك الملك والكون مجد للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستقين كله. شكري يا أبانا الذي في السماوات.
لازم وانا كمان اخونا احنا تنزلنا لتخنا تجربه لكن دي مش بالمسيح صار بيننا كان ملك الكون مجد الابدي ولا ان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد شركه مؤتمر الروح القدس تكون معكم دو سلام سلام الرب يكون مع جميعكم. تعال يا شريف الفا الفا يا ولا تعال خد Gracias.